دجلة وحليب مع الدكتور لافيلي منصر. ضيق المراح يعلم نطيح، هذا من أمثالنا التونسية، والأمثال التونسية كثيرة، تخصص باحثون كثر في جمعها وتبويبها ومقارنتها بأمثلة من الشرق ومن الغرب. ومن خصوصيات الأمثلة التونسية أنها مقتضبة جدا، قصيرة وإيقاعية، أيضا فيها إيقاع، فيها موسيقى إيقاعية إلى حد بعيد، البعض منها يتداول منذ قرون، ولكن الأكيد أنه خلال السنوات الأخيرة قل تداول هذه الأمثال وقل أيضا التأمل والتفكر فيها. الضيق المراح يعلم نطيح، ما معنى المراح؟ المراح هو المكان الذي نروح فيه نتحرك فيه. إذا ضاق اقتربت الأكباش أو الحيوانات أكرمكم الله بعضها من بعض، اقتربت أكثر فأكثر، وكان بينها ما لا يحمد، وما لا يحمد هنا هو التناطح أو نطيح. في أحيان كثيرة لا تكون هناك رغبة لدى الأكباش والثيران مثلا، رغبة في التناطح، ولكننا بالتضييق عليها في المراح نجعلها تتناطح وتتصارع، نجعلها تخرج أسوأ ما فيها وأقسى ما فيها. إلا إذا كان اعتقادنا أن أحسن ما في هذه الحيوانات أنها تتناطح، وهي على فكرة لم تخلق لهذا. وفي بعض الأحيان يوصل هذا التناطح إلى الموت. عندما نوسع لها المراح نرحمها ونبقي عليها، وإذا ضيقنا المراح كنا عليها نقمة. هذا المثل يأخذنا إلى عالم المواشي والحيوانات، ويذكر بالفلاح التونسي المربي الذي كان يتأمل القوانين التي تحكم هذا العالم الحيواني. والحيوانات على فكرة أمم أمثالنا، وإن كنا نحن البشر ومن حيث المبدأ على الأقل أعلى رتبة وأسمى وأرقى. أقول من حيث المبدأ لأن الإنسان يمكن أن يكون أضل من الأنعام كما يذكر القرآن الكريم. هذا المثل اللي يعلمنا أنه لسعة رحمة، أو السعة الفصحى رحمة، وأن الضيق نقمة، وبقدر ما نوسع نكون رحماء ونكون مرحومين. والتوسعة تكون رمزية إشارية صورية مجازية في المكان، ولكن التوسعة الحقيقية والتي يعول عليها حقا إنما هي توسعة في العقول وفي الذهنيات، في العقليات، توسعة في البواطن، توسعة في الضمائر وفي القلوب. في كل أمر وفي كل حقل يمكن للإنسان أن يكون موسعا، ويمكن أيضا أن يكون من المضيقين، في الدين، في السياسة، في الأفكار، في المعارف، في العلوم، وحتى في الرياضة. ولماذا نذكر الرياضة؟ لأن الأصل فيها أن نرفه ونمنح فصحى. لما يحضر المضيقون إلى الرياضة تصبح الرياضة كابوس، تصبح عنف وتشنج وعنصرية وجهويات. لما ننظر من ناحية أخرى إلى العالم، إلى هذه الكرة الأرضية، نعي وندرك أنها واسعة شاسعة، وأن فيها ما لا يحصى ولا يعد من ثروات وإمكانيات، وأن أراضيها يمكن أن توفر الغذاء، وأن وديانها يمكن أن توفر الشراب. ولكن ما يحصل أن كل هذا ما عاد يكفي. لماذا ما عاد يكفي؟ لأن أنظمة المال والتنمية والاستثمار تضيق ولا توسع، وعندما يكون هذا يكون الجوع ويكون أيضا العطش. الأجيال التي مضت من التونسيين كانت تعاني من الفاقة وكانت تكابد الحرمان. أباءنا عاشوا على الحصير وضحوا بكل نفيس وعانوا من قسوة الظروف، ولكن لأنه كانت بقلوبهم بعض سعة تحملوا الكثير وأوصلوا الأجيال جيلا بعد جيل. الآن نحن نتنعم بكثير من السعة، ولكننا نعاني لأن الضيق يسكن قلوبنا. العبرة ليست بسعة المساكن، العبرة بسعة القلوب. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. دجلة وحليب مع الدكتور لافيلي منصر.